السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي في قناة تداول العربي، أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد والذي نتكلم فيه عن سهم الشركة التعاونية للتأمين. رقم السهم على المنصة 8010-8010، اسم السهم طبعا بالتداول سهم التعاونية. حاليا اليوم الأربعاء بتاريخ 25 أغسطس 2021، يتم تداول السهم حاليا بسعر قريب من 93 ريال و90 هللة، 93 ريال و90 هللة. طبعا الإغلاق السابق كان للسهم بسعر 93 ريال و40 هللة، والافتتاح أيضا هذا اليوم، بينما بلغ السعر الأعلى 94 ريال و70 هللة، والسعر الأدنى 92 ريال. حاليا السعر قريب من 93 ريال و90 هللة تقريبا. طبعا بالنسبة للتوزيعات، آخر توزيع أرباح لهذه الشركة كان بتاريخ 9/5/2021، 80 هللة، بقيمة 80 هللة. الآن ما هي النتائج المالية المعلنة عن النصف الأول في العام 2021 بالنسبة لهذا السهم؟ طبعا النصف الأول 2021 صافي الربح، يعني صافي ربحية الشركة، هذا طبعا صافي الربح هون الموضح قبل الزكاة، حوالي 247 ألف ريال، بينما كانت الربحية في النصف الأول من العام 2020 صافي الربح بلغ حوالي 295 ألف ريال سعودي. طبعا هذا يعني أن الأرباح كانت أعلى قليلا في النصف الأول في العام 2020. طبعا بالنسبة لقطاع التأمين، نعرف قطاع التأمين قطاع يعني لم يتأثر كثيرا بموضوع كورونا، ونلاحظ أنه أيضا في السوق السعودي هناك اتجاه للمضاربة بشكل كبير على هذه الأسهم، مع أنه إحنا يعني موضوع المضاربة هذا اللي يعني بيعتمد على أخبار وهمية وإشاعات، هذا لا نؤيده إطلاقا، لأنه أول شيء فيه حرمة، ثاني شيء يعني يضيع أموال الناس، وهذا شيء غير مضمون. يعني الاستثمار يكون بالاستثمار الأسهم الرابحة التي لها جدوى اقتصادية وتوزع أرباح بشكل مستمر. هذا طبعا كما ذكرنا يعني بالنسبة للربح الصافي بالنصف الأول 2021 لشركة السهم التعاونية شركة تأمين حوالي 247 ألف ريال سعودي، بينما طبعا هذا قبل الزكاة، بينما كان في النصف الأول من 2020 حوالي 295 ألف ريال سعودي. ربحية كل سهم حوالي ريال و62 هللة النصف الأول 2021، بينما كانت ربحية كل سهم حوالي 2 ريال و4 هللات في النصف الأول للعام 2020. الآن توزيع 80 ريال لنصف عام، يعني هذا التوزيع طبعا على النصف الثاني 2020، حتى الآن لم تعلن الشركة عن توزيعات لهذا العام 2021. لو افترضنا أنه يعني بهذه الربحية ستوزع حوالي ريال سعودي، يعني بكون في حوالي 2 ريال سعودي، حوالي 2% من التوزيع، يعني تقريبا حوالي 2% من قيمة السهم، يعني مقبول هو تحت الجيد. لكن بصراحة هناك بعض الأسهم التي تعطي عائد ربحي أعلى من هذا العائد. طبعا هذا ليس تنفير من هذا السهم وليس التوصي بأي أسهم أخرى، هذا توضيح لوضع السهم، الأرباح المعلنة، البيانات المعلنة. نتمنى التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.